حتى إذا نزل البلاء محتما خسفت نضارته بحد مهندي فأتى بالمصيبة عمه دام الحشاشة حزنه لم يبرد وامتد يندبه بأفجع ندبة والوجد ينزف من فؤاد مكمد أبني عز علي فقدك ظامئا نفسي فداؤك من ربيع أغيدي وإلى المخيم عاد يحمل قاسما كم شباب يبكي ويندب راح قاسم من يدي فأتته رملة بالدموع وبالأسى تبكي لبدر بالصعيد ممددي ولدي حبيبي يا منايا فجعتني وعلى مصابك جذ حبل تجلدي ايش تقول الأم الفاقدة إلا تفقد ظنا هذه الظن تنسى يعني تشوفها تكسر الخاطر في المقابر فلأندبنك ما حيت بلوعة وعلى فراقك يا سليل محمد والله يا عمي لا تخلوني على هواي لا روح للي معفرين بجانب الماي ومن دم نحرى لخو بشمالي ويمناي واصرخ يا عم الخيل حاطت بالصياول زينب يا عم يا عم اشهى العرس لك شر علينا هيهايت قلبي بتشعر والبس الزينة وشايل الراية على الشريعة ومقطعين كيف نتحنى وبالفضل مقطوع ليد قولوا يا عم الكافلين ينهض بهمة
استنهضوا اولاد اخوته واولاد عمه يزفون جاسم بالهنا وينكشف همه ما يصير شاب مدلل الزفة نساوي إلا من عادة العريس تمشي خلفه لا وتزفه بزينة على جاري المعتاد وانا يا عم معرسي من دون لعبة مكسور قلبه وينظر عمام مطاع بالله دخلوني بشق الجيب وانوح العريس ذوبني وخلى القلب مجروح شاف الهنا وعمي عالج طلعة الروح وحسين مكسور الظهر ما عندهم ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد انطلاقا من الآية المباركة الحديث أيها الأحبة في محورين المحور الأول في مفهوم الإمامة والمحور الثاني في ضرورة الإمامة مفهوم الإمامة الإمامة تعرف بأنها الواسطة في الفيض سواء كان الفيض فيضا تشريعيا أو فيضا تكوينيا لتوضيح المسألة كل موجود كل معلول على وجه الأرض يحتاج إلى عاملين إلى مقتضي وما به الوجود وهو ما به الوجود وإلى واسطة ما به فعلية الوجود يوم اللي تكلمنا على الإرادة تطرقنا لهذا الموضوع مر عليه مرور الكرام حتى ندخل في مفهوم الإمام ما معنى المقتضي والواسطة يعني الآن أكو فنان من الفنانين رسام اختلجت في خواطره في عقله فكرة يبغي يرسم
حتى تظهر هذه الفكرة يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى عاملين. العامل الأول وجد، المقتضي أصل الفكرة، أصل الشيء موجود، الفكرة موجودة في عقله، هو المقتضي. بس حتى أنا وياك نشوفها يحتاج إلى لوحة، ويحتاج إلى فرشاة، ويحتاج إلى ألوان، ويحتاج إلى ما يحتاجه المبدع حتى يطلع هذه الصورة ملموسة أشوفها أنا وياك. هذه الأدوات هي الواسطة، وفكرته أو هو الإنسان هو المقتضي. كل موجود، كل شيء في الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة يحتاج إلى العامل. الله عز وجل إذا أراد أن يخلق الإنسان فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هذه هبة الحياة، هي المقتضي. هبة الحياة هي المقتضي، بس حتى يطلع الجنين من بطن أمه يحتاج إلى عامل مادي، إلى واسطة، وهي النطفة التي تتشكل في رحم المرأة الأم حتى تخرج جنينا أشوف أنا وياك. إذا نريد نطبق الفكرة على الإمامة، الإمامة أيها الأحبة مثل ما عرفناها، الإمام أو الإمامة هي الواسطة في الفيض، سواء كان هذا الفيض فيض تشريعي أو فيض تكويني، الإمام هو الواسطة. ما الفيض التشريعي؟ الفيض التشريعي هو الدين الذي سنه ورسمه الله تبارك وتعالى. الإمام هو الواسطة بينك وبين الله تبارك وتعالى في هذا الفيض، أن أعرف الدين من خلال الإمام، أعرف الدين، أعرف الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وغيره وآخر الآية. هذا كل نعرف ممن؟ من الواسطة، وهو الإمام أو الإمامة، سواء كان هذا الإمام نبي أو غير نبي. كما تعلمون بعض الأنبياء وصلوا إلى منزلة الإمامة وبعضهم ما وصلوا إلى منزلة الإمامة. القرآن الكريم شو يقول؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. منهم جعلنا منهم. فهذا الفيض التشريعي. الفيض التكويني، احنا نقرأ في القرآن الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة. هذه الآية اللي مرينا عليها، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه الهداية تقسم إلى قسمين: هداية خلقية وهداية أمرية. الهداية الخلقية هي الإرشاد، وهذه وظيفة الأنبياء، وظيفة الأئمة، وظيفة حتى العلماء بعد. أما الهداية الأمرية فهي مقصورة على المعصوم فقط، خاصة بالمعصوم. شنو هذه الهداية الأمرية؟ قالوا إفاضة نور الهداية في قلوب المؤمنين. الله عز وجل أعطى المعصوم ولاية على الأنفس وعلى القلوب، يختار، ينتخب من يفيض عليه نور الهداية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الولاية مو فقط ولاية الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، لا، هي ولاية على الأنفس وولاية على القلوب. إذا تلاحظون كل معصوم أكو حواريين من حوله انتخبهم، اصطفاهم النبي صلى الله عليه وآله. أكو حواريين مثل الحمزة على سبيل المثال، أبو طالب وغيرهم وغيرهم من الحواريين، أمير المؤمنين، حوالي حواريين أشرنا إلهم، علمهم علوم المنايا والبلايا، وكل واحد ترى إلى منزلة من الحواريين حسب مداركه، حسب ما يستوعب عقله من هذا النور، هذا المعصوم يفيض عليه من هذا النور. الإمام الحسين سلام الله عليه، أصحابه في كربلاء، حواري الإمام الحسين. قد يقول قائل هذه مو مبالغة، يعني
إن الله يعطي المعصوم الولاية على القلوب فيصطفي فيختار فينتخب من المؤمنين من يعطيهم أو يفيض عليهم من هذا النور، نور الهداية ونور العروج الإلهي. نقول القرآن الكريم المولى عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدوري. الله أعطى إبليس ولاية على القلوب، يوسوس 24 ساعة يشتغل علينا، أعطى ولاية لولا إبليس. وإن كان هذا اليوم أباليس الإنس أشطر من نصارى، أشطر من ريح وواجه. فالذي أعطى إبليس الولاية على القلوب يوسوس في قلوب الناس ويوسوس في قلوب المؤمنين، ما يعطي خير خلقه أفضل من يمشي على الأرض في زمانه الولاية على عمل مضاد على هالوسوسة. فهذا المحور الأول أيها الأحبة في مفهوم الإمام، في ضرورة الإمام. هل الإمام ضرورة؟ الذي جعل النبوة أصلا من أصول الدين هو الذي جعل الإمامة أصلا، الذي جعل النبوة ضرورة هو نفس الذي جعل الإمامة ضرورة. ليش ضرورة وجود الإمام على وجه الأرض؟ ما هدفية وجوده؟ ما ضرورة وجوده؟ احنا إذا نقرأ القرآن الكريم أيها الأحبة نشوف المولى تبارك وتعالى من خلال الآيات حدد وظيفتين إلى المعصوم، إلى الإمام. الأنبياء إذا تجول في الآيات تشوف الوظيفة الأولى إلهم وظيفة أدنى ووظيفة أسمى وأعلى. الوظيفة الأدنى ما هي؟ قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجية الوظيفة الأدنى هي الحجية، هذه الوظيفة المتحققة، هذه الوظيفة متحققة مع كل معصوم. الحجية أمير المؤمنين سلام الله عليه التفت إلى كميل يقول له: يا كميل، إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. يجي الإمام الصادق صلوات الله عليه لما يمر على الآية المباركة يوم الله عز وجل إذا أرسل الناس يوم القيامة يبعث كل أمة مع إمامها، يحشر، تحشر الأمم، يقول: تحشر أمة النبي مع النبي صلى الله عليه وآله، وفي زمان أمير المؤمنين هو إمامهم، وفي زمان الإمام الحسن هو إمامهم، وهكذا. فالإمام أيها الأحبة تحقق كل المعصومين، حققوا الهدف الأدنى وهي الحجية. الهدف الأقصى شنو؟ إقامة العدالة والقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا عليهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الهدف الأسمى والأعلى ما تحقق عند كل معصوم ولا كل نبي. النبي صلى الله عليه وآله تحقق الهدفين في زمانه، لأن العدالة تحتاج إلى دولة. أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا تحقق هذا الهدف وإن كان في مدة زمنية قليلة، بس حقق الهدفين أمير المؤمنين سلام الله عليه: إقامة العدالة من خلال دولة، عدم وصول المعصوم إلى الهدف الأقصى مو نقص بالمعصوم. هؤلاء كلهم الجعل من الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. نور الهداية ما يختلف، الجعل من الله تبارك وتعالى. النقص مو في هذا المعصوم، مو في هذا الحجة، النقص في الأوادم أيها الأحبة. إلا الإمام الحسن سلام الله عليه كانت عنده في بداية أيام دولة، انتخب الإمام الحسن سلام الله عليه
اختاروا المسلمين لو ما اختاروا. عندما تخلت عنه الأمة فقدت هذا الهدف الأسمى لو ما فقدته. أروح أقرأ التاريخ أنت. عدالة أمير المؤمنين اللي حصلتها الأمة وعدالة النبي صلى الله عليه وآله خسرتها الأمة. يصعد على المنبر يقول لقد زعم بأني رأيته أولى مني بالخلافة وتنازلت عنها، ولو أن الناس أطاعوني وبايعوني لما طمع فيها، بس الناس خذلوني. الخذلان يكون من الأمة. تذكرون يوم أشرنا إلى قضية موسى على نبينا على نبي وآله وعلى نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في مسألة الدخول للأرض المقدسة؟ التقصير كان من من؟ من الأمة. وترى الناس بعقولهم ترى كلهم يدرون أن هذا أفضل، لأن دائما انتخاب الناس يختلف عن انتخاب الله. لو ما يختلف انتخابي أنا وياك فيه مصلحة، ساعات فيه رشوة، فيه قبلية ونزوات إنسانية يختلجنا وجربنا، يعني ساعات يكون الاختيار مو صحيح، ما يكون مبني على أسس صحيحة. أما الله تبارك وتعالى عندما الله يقول أنا أبغي أختار لكم أئمة، أبغي أختار إليكم نخبة من الأنبياء ومن المعصومين، خو دور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أئمتنا هو كدور النبي صلى الله عليه وآله، ما عدا أن ماكو وحي، ونحن لا نقول بأن الإمام جاء بدين جديد، حاشا لله، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة. كل ما في الأمر أكو بعض العلماء الاجتماع يقولوا الشيعة في فكرتهم بوجود 12 إمام معصوم نشوفها فكرة ناهضة. يسألونهم ليش؟ قالوا لأنها تخدم مفهوم التغيير الحضاري. تغيير الحضاري يعني تغيير العقليات، المعتقدات اللي حاملينها الإنسان من أجداده وأجداد أجداده، هذه شيء غيرها. يقول فمدة هؤلاء علماء الاجتماع يقولون فمدة النبوة 23 سنة لا يمكن أن تحدث تغييرا حضاريا، ولذلك هؤلاء الشيعة يقولون عندنا أئمة 12 واصلوا على هذا المنوال مطبقين لتعاليم النبي وللقرآن الكريم إماما من بعد إمام من أجل التغيير الحضاري. وإلى اليوم أكو بعض الأفكار الجاهلية إلى اليوم موجودة ما تغيرت. فالتغيير الحضاري أيها الأحبة ما يتم في سنة سنتين ثلاث أربعة. الناس بحاجة إلى مدة زمنية أولا، وبحاجة إلى نموذج مثالي يسيرون من خلفه. يعني في كربلاء، في كربلاء أكو نماذج كانوا يعلمون بأن الإمام هو الأحق. شبث ابن ربعي لعنه الله، شبث هذا الحرباء المتلونة اللي سجاح صار لها مؤذن، الخوارج طلع وياهم، حارب في صف أمير المؤمنين، بايع أو خاطب الإمام الحسين للبيعة في الكوفة، قتل الإمام الحسين من اللي شاركوا في قتله. كم وجه إلى هالرجل متلون. لما قتل مسلم ابن عوسجة، استشهد مسلم ابن عوسجة، طلعت يقول المؤرخ جارية تنادي ومسلما وابن عوسجة، فاستبشر الجيش قاموا يضحكوا عليها مستبشرين فرحين لقد قتلنا مسلم. المنادي والصائح يصيح قال عجبا منكم أتقتلون أنفسكم بأيديكم وتهللون لمثل مقتل مسلم تفرحون. هذا إذا مقتل مسلم يقول هالكلام. ولذلك إذا تقرأ بعض الروايات أكو بعض زعماء القبائل كل ما قال إلهم عمر ابن سعد انزلوا الميدان امتنعوا،
يحجج. واحد يقول أنا قائد غرفة عمليات، إذا أنزل إلى المعركة تتشتت القبيلة والتنظيم يضيع. وهذا يقول كلام هم لا يعلمون بأنهم يقاتلون الأحق، قاتلون الإمام. تذكرون لما أشرنا نزل الإمام سلام الله عليه وفي يده القرآن الكريم، انسبوني من أنا وارجعوا إلى أنفسكم كيف تستحلون دمي. شلون؟ ألي شرعة بدلتها لقتيل قتلت لمال نهبت؟ قالوا لا ندري لا نفقه ما تقول. لهم ما يدرون، لكن طبعا مشكلة الإنسان شيطان. أمثل الإمام الحسن سلام الله عليه هذا تتخلى عنه الأمة؟ مثل الإمام الحسن سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة. احنا ليش نذكر الحسن والإمام الحسن مرة ثنتين ثلاث أنا وياك اليوم؟ لأنه هو المعزى اليوم. اليوم الإمام الحسن يقتل مرة أخرى على يد الأمة. ها؟ قتلوا بالسام. وقدم اليوم نموذج، يقول القاسم كان شبيه الحسن في كل شيء. إذا اشتاق بنو هاشم للحسن نظروا إلى القاسم فلقت قمر. فاليوم حج الإمام الحسن بعد يقدمها على الأمة، يقدمها الولد العظيم الإمام الحسين في ليلة العاشر من المحرم. جمع أصحابه وقال لهم هذا الليل اتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل بيدي رجل من أهل بيتي وأنتم في حل من بيعتي. قام لحبيب قبله قبل إيده يبكي زهير برير لما شاف أن هؤلاء عازمون على التضحية، مثل ما يشير إلى زينب سلام الله عليها تقول إلى أبا عبد الله أستخبرت نيات أصحابك أخاف أن يسلموك عند الوثبة. قال يا زينب لقد بلوتهم فوجدتهم يستأنسون بالموت دوني استئناس الطفل إلى محالب أمه. بين شاف نياتهم نادى عليهم حبيب أنت تستشهد معنا وهذا بيتك في الجنة، شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. مسلم زهير كلهم بشرهم بالشهادة. إجا إلى أهل بيته عباس علي جعفر عون واحد بعد واحد يبشرهم الإمام الحسين بالشهادة بين يديه وأنتم معي بالجنة. إلا غلام قاعد وياهم بالخيمة ينتظر عمه بس يقول اسمه حتى يفز إليه يقبل رأسه ويبشر بالشهادة. ما نادى عليه، انتظار ما نادى عليه. قام ونسل من الخيمة وراح إلى خيمة أمه وقعد راسه بين ركبتيه يبكي. دخلت رملة ولا شوف القاسم يبكي، ولدي لا أبكى الله لك عينا، ايش فيك يا شمامة الحسن؟ لا يكون واحد مأذنك بكلمة، ترى والله أروح أشكي عليه عند عمك الحسين، عند عمك أبو فاضل، ما يرضون عليك يا ولدي. رفع راسه قال لها يما يما اللي بتشاني اليوم عمي الحسين. الحسين معقول يا ولدي ما يرضى عليك؟ قال عجل يما يراوي أصحابه وأهل بيته وبشرهم بالشهادة ويراويهم منازلهم بالجنة وأنا ما ينادي حتى علي، أخاف ما أنال الشهادة بين يديه. قالت قوم يما قوم قوم، اخذت من ايده وجت الى خيمه الحسين
استأذنت تأذن لي بكلمتين أبو علي، تفضلي رملة. قالت بسألك بس سؤال يا سيدي، تقبل أحد يكسر خاطر هاليتيم؟ قال من يجرؤ وأنا بالوجود، هذا بقية أخوي الحسن عزيز على قلبي هذا القاسم. قالت لكن يا أبو علي اليوم أنت اللي كسرت قلبه، خليت دمعته تجري. ليش يا رملة؟ قالت عجل تراوي أصحابك وأهل بيتك منازلهم بالجنة، وهذا ولدي مات بشرب الشهادة، لا يكون تحسب جايبتنا وياي من المدينة إلى كربلاء قاعدة بالخيمة. لا يا أبو علي، أني أبغي أفتخر عند أمك فاطمة، أقول لها ما بخلت بحشاشة جوفي على ولد شي الحسين. الحسين فتح باع إلي إلي يا ولدي، ضمه إلى صدره مليا. قاسم كيف ترى الموت؟ قال دونك يا عم أحلى من العسل. قال يا ولدي أنت تستشهد معنا، لكن الظن عمك عند جلد يقول لك بتموت. أنا إذا أشوفك أمامي أشوف الحسن يا ولدي، وفي واحد يقدم عضيدة إلى الموت. صار يوم العاشر، تقول الرواية كان جيش بن سعد ينادون: أبا عبد الله هل من مبارز عندك؟ ما عندك أحد؟ نادى: ألا من ناصر ينصرني؟ ألا من داب يدب عنا؟ سمع القاسم طلع من الخيمة شايل سيفة ذرعة، وهو ينادي: لبيك عم يا حسين، لبيك أبا عبد الله. الحسين شاف القاسم جاي حامل سيفه ويمشي، خيل له أن الحسن مقبل إليه، فتح باعه مناديا: وأخاه وحسناه. ضمه إلى صدره: عمي ارخصني، ولدي لا تفجع عمك، لا تقتلني يا ولدي، ارجع إلى الخيمة، عزيز علي أرخصك إلى الموت. رجع إلى الخيمة حزين مهموم، تذكر بعض الروايات تقول أم رملة قايلة إليه: بني أكو وصية من أبوك الحسن، إذا نزل بك هم وغم وبلاء أكو رسالة عودة افتحها. قال بعد هم وغم مثل كربلاء ماكو، عمي وحيد، أنصار كلهم راحوا. فتح صندوق الحسن، استخرج العودة الرسالة، فتحها وإذا فيها: من الحسن بن رسول الله إلى القاسم بن الحسن، أما بعد يا ولدي، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، فلا تقصر عن نصرته. طلع فرحان يركض إلى عمه: عمّا حصلت الرخصة يا عم؟ من هو رخاصك؟ أنا مرجعنك الخيمة. قال: أرخصني المسموم. وحنا نزيد نقول لصاحب القبر المهدوم. الله، البارحة ثامن واليوم ثامن، الشيعة مزلزلين كربلاء، مزلزلين الكاظمية، مزلزلين النجف، مزلزلين سامراء. نقول لهم مضيعين انتون الليلة، مضيعين الطريق اليوم، المعزة هناك بالبقيع، حالاتكم هناك بالبقيع تونون عنده. قالوا: وايش بيدنا عليه؟
وإيش بيدنا عليه أبو محمد؟ حتى زيارة ما نقدر نزوره، حتى قبر ما عنده. ظلمة ظلمة البقيع البارحة، واليوم وحشة ما كل الريح سافي على قبره. اليوم وإحنا نقرأ المصيبة اتذكر أبو محمد، واتذكر قبر المهدوم، واتذكر حالة البقيع. أرخصني المسموم، قال أخوي، قال هذا كتابه، قرأ كتاب الحسن. قامت دموع الحسين الصب على خط أخوه وهو ينادي وأخاه وحسنا تعال يا ولدي تعال. إيه أمنية كل أبو، أمنية كل أم، إذا شب الولد يقول يا الله متى يزفونه وأكون على يمينه يهنون الناس وعموم عن يمينه وعن شماله. وكل أم وكل أم كل أم تحارس هاللحظة تقول أني بإيدي أجود عروسة ولدي وأدخلها إليه. وإذا هذه الأم بدل ما تخلي الوارد والمشموم على رأس ولدها تخليه على قبره. قال زينب، يلا ويا تصور أبو يوسف، زينب رملة ليلى قومي يا زينب للحسن بن أدي يحقوق. ون ون علشان خاطر أبو محمد. قومي يا زينب للحسن بن أدي يحقوق، خلي البواجي ونشفي دمعك المدفوق. قالت للبسها وخلي الجيب مشقوق واقول عريسك يا سكنة تفقدين، كيف العرس يا حسين وانت مالك اعوان وجاسم شباب وبالزفاف يريد شبان والخيم بس ايتام تتصارخ ونسوان وحدك تزف وخيك العباس وين وحدك تزف ومن اخوانك ما حد وياك والنبل يترادف عن شمالك ويمناك واما اني باذوب من ضجيت يتاماك ومن البواجي الحرم راسم شيبين. اخرج صندوق الحسن ألبسه عمامته، ألبسه رداءه، ذرعه قلد بسيفه، طلع ويا الشباب من الخيمة. أول ما شافت زينب صاحت وأخا وحسنا، وقامت النسوان تمشي وراهم هلاهل عدهم، بس هلاهل مو فرح. شايفين جنازة، جنازة شباب إذا مروا على بيتهم وطلعوا خواته وطلعت أمه يهللون لو ما يهللون، بس هلاهل حزن، هلاهل مصيبة. ليلة سمعتهم يهللون طلعت ويا النساء، أبو علي وين مودي الولد؟ زافينا أبو علي، إذا بالزفون الولد أمهلني قليلا، إش عندك يا رملة؟ قالت بنخي أبوه الحسن. تقول جان بيت زفون جاسم جيبوا شمع من الباقي
كان بيد زفون جاسم جيبوا شمع من خضبوا الجفن خضبوا الجفن من دم الراض خضبوا الجفن يا الهاشم هذا معرسكم بزفونه لا تكسروا خطر احنا ينتعرفونا بس لا تنامون لازم تحضرون كل عمامة واخوته واهله جميع كل عمامة واخوته واهله آجركم الله. يقول حميد بن مسلم خرج علينا غلام وجهه كأنه فلقة قمر نزل إلى المعركة غير آبه بالقوم وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المجتبى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن قاتلهم قتال الأبطال. يقول وكان إلى جانبي عمرو بن الأزدي قال لأثكلن عمه آجركم الله. قلت ألا يكفيك الذين احتوشوا بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعليه فانحنى ليصلحه ابن الكرام أبى أن يمشي حافيا عند ذلك شد عليه ابن الأزدي رافعا سيفه ضرب الشباب على رأسه فبرى صاح عم حسين عليك مني السلام يا عم سعد الله قلبك أبو علي. أقبلك الصقر تمدد على الشباب بني يعز على عمك أن يسمعك فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك بعدا لقوم قتلوك وما عرفوك وايش يسوي بالولد شال على صدرك غيودي الخيمة لافن ببردتين والحسين طالع يشوف أمه على باب الخيمة لو لا يمشي ورجلاه القاسم تخطان الأرض. يقول المؤرخ تعجبنا قصر بالحسين أم طول بالقاسم. يقول عندما تأملنا رأينا يمشي محني الظهر الأم على باب الخيمة. يلا هذه الأبيات هذه الأبيات أبغيك تسمعها بقلبك ما فيها لطم لا حد يلطم فيها بس رد وياي. مأجور مأجور قاعد على باب الخيمة وإذا تشوف الحسين جاي وحامل شباب لافن ببردته راووني وياه ولينا حسين والدم دللي وين ما وما راح بلا عمامة يزفون ما راح
أحب الأعمى ما يزفوا. وصدت تسأل الحورة وتهل عبرة من هالشاب هاللي شال في صدره. وقولي ليش يمشي ومنحني ظهره. تقل هالولد يا رملة محنينة. تقل هالولد يا رملة محنين الولد من راسه محنى والولي جاب. قومي بالعجل حضري له ثياب وعصابة تجيبي وشدي صواب. ما تشوفين أخي دم تصب عينا. ما تشوفين أخي دم تصب. قرب أبو اليمة ومدمع يسيلة بجسم الشاب ويدور رجاجيلة. ما عند أحد. قرب أبو اليمة ومدمع يسيلة بجسم الشاب ويدور رجاجيلة. ولن زينب تقله خلى باشيلك. ولن زينب تقله خلى باشيلك. قال الهند بالنسوان زفونا. قال الهند بالنسوان. وويلا هدركن الحرم جاسم من الونة. أدركني الحرم جاسم من الونة. دارا حول جنازة يرفع عنا. والخيمة أخوانا الولد جابنا. وتقدمت أمه تعلق الزينة. وتقدمت أمه تعلق وويلا. أنا ما أدري إيش حالة الأم الفاقدة. حسين دخل وياه الخيمة ومدد إلى جانب الأكبر. ساعة يقبل هذا وساعة يشم هذا. متمدد أبو علي متمدد يقول يا شبان بالله لا تونوا تصدعون قلبي من تحنون تحنون. شبان مثل الورية تزول. شوية دخل الزينب. قوم يا أبو علي على الباب ترى أمه جايبينها. تبغي تشوف ولدها إذا في نفس بس تبغي تودعه. طلع الحسين وهو يصفق يدا على يد وينادي وولدا. دخلت رملة شافت ولدها ممدد تمددت عليه. ساعة تمسح الدمع عن عيونه. ساعة قبله مدهوشة 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 تقول ولدي ولدي. يلا الأمهات اللي ينتظرون هذا اليوم الفاقدات ينتظرون هذا اليوم ويوم تاسع بعد. نبغي نتسلع عاد. يشوفونها أولادها كل يوم تروح ترتب حجرة ولدها. تطلع هدومة ثيابة تشمهم. أخونا راح يا يوم عاد. تقول ربيتك يا غالي واحسب سنينك. أفز للمهد من أسمع لك ونينك. والله حياتي كلها لك وعيوني بعيونك.
وكل الأمل قدامي يزفونك وتالي القبر عني يضمونك. تقول له ولدي والله ولا مال ولا مال أني ردايك لا رد الدنيا ولا مال تسندني لو وقع حملي ولا مال يا جاسم خابة تظنوني ولا مال عند الضيج يا ابني قطعت بي عند الضيج يا ابني قطعت بيا. قامت تشيل عمامة تفل عنا شوية ملابسة تقل أني من شفت عمك لبسك تلبيس الأجفان. قلت الولد ما يعود من حومة الميدان قومي يا سكنة ودعي شمعات شبان شقي على العريس جيب سياستي ألم مناد وقاسما. يلا يلا مأجور مأجور اليوم ثامن باقي البقية مأجورين مثابين. يلا مشاركتكم الجاية علشان خاطر أبو محمد مو علشان خاطري. صوتك وياي مأجورين إن شاء الله. زينب يا سكنة اخضاب العرس وانا زينب ما أسمعكم اخضاب زينب يا الذي على المشرع ظلت رمية جثة هذا جاسم زافين انهض عاين زفته زينب صوتكم وأياديكم لا تبخلون خضاب العرس زلزل زينب لا تستحي لا تستحي خضاب جان يا كبش الكتيبة بيك للنهضة جلال فزع أخوانك وقوموا بعجل زفوا هالولد وصل زفافة وانا مفروض ما عندي احد بس حريم الجر وانا والقلوب مفتتة زينب الا بيكم يلا اخضاب اللي يبغي يوقف فيها النحية يلا زينب قوم بسك يا قمر عدنان من نوم التراب فزع اخوانك قوموا بعجل زفوا هالشباب والدوايب سرحوها والبسوا جديد الثياب وانت اخو جدام جاسم كان تنشف دمعته زينب قوموا شباب قوموا قوموا كلنا قوموا ابائنا عاد عذروا الله يعودكم باقي البقيه زينب
بتقل له يا ابو سكنة فجعتنا بهالندى عرس عدنا شلون يا ابن امي حزننا تزيده يا الوالي تنخي جنايس بالصعيد ممددة دمع بن خي جرى وحسها تنعي زوجته زينة الله الله خضاب العود زينب زينب خضاب ورملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة يا علي رملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة ردت نزفاف الولد ما بين قومه وكل هلا ما دريت يصير عرس ابني بوادي كربلاء ما دريت يصير عرس ابني بوادي كربلاء ينظر بعينه على الغبرة عمامه واخوته زينب هلا بإخضاب زينب زينب إخضاب شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصيب والعرس ويا جنازة بيوم واحد ما يصير جذب حسرة وقال أنا أدري بهالولد عمره قصير لكن ابن أمي وصاني شلون أخلي وصيته زين